يقول: قال الله تعالى في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هل هذا الإذن شرعي أم كوني؟ هذا الإذن شرعي، من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الله جل وعلا يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه، لأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ولا يكون من المشركين أو الكافرين، لأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة يشترط لها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل الإيمان وأهل التوحيد.